أنا عمار شلق جاهز للمواجهة. أنت عمار شلق؟ رح رح لا 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 روق ما عم بسألك بجاوبني شيء تاني يا عمي. خي ليه بتكون تعمل الحبة يبي؟ ما أنا مشكلتي شوي مخي يعني معكوف. إيه أو لا؟ لا ما معه حق. والله العظيم عم تقنع. والله العظيم ما اقتنع، لو ما اقتنع بعمل مشكل. وحتى يشكر على حرق صورة عمار شلق وهيفا وهبي. ليه بدك إياه يحكي عن حدا؟ مش سألان عن الإيمج. أول مرة بحكي شيء بقى. نحن شعب عنصري، حتى هني ومختلفين شاطرين إنهم يدعسوا على الناس، مسكرين تمنا وساكتين، وبكره الطائفية مثل ما بكره بليس. المواجهة السبت 10:45 على الـ LBCI وصوت بيروت انترناشنال